جن غنخدم ذا نعاونايا ويا وجن ودكايوا ويا ويا مي غنسيو الخلاص راه نكمل نسيو الخدراري شان ذاك ويا ويا اتسني ودي بقاش فاكر كيف تفهم دالي جمهوريين شنين 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 يري في نسكول جي دي جمهوريين ما ماجيش يري في ذا جمهوري ما يري في نسكول جي دي جمهوريين شنين يري في نجيبو دي عرب شنين دي مازيغ باش كيف الفكرة تما بنادم اللي غادي يكتب تقرير المصير تقرير المصير غصناوه بميزيما نهار انا هذه وشي يا خو ندير معتقل من غصن داخل ولا غصنا ولا غصنا ونزي ما خصنا ما غادي تحقق الريف الريف لو خاص تلقاي داك كاين اختك كان وكاين اختك مسفهمان وكاين اختك مع عاملين لا والو زعما من ما نزلوش شنو ثلاث زون ايوا خو كنت ديسا حسن اي واحد غنخشن ترانكل رغم كل اتهام كانوا مسؤولين في صار تما كنيو هذا واش سقات تما تما الاثاء تما تما التشويش تك الدولات الا التشويش لا والو شي نزول حقا نغلي في صار الحق نغ مرنا زون فصل الحق نغ شنو انا زبول في صار ماشي رخو انا زون لي في صار ومي دخلت امس لي في صار انا زون في صار ما غن هذا الراي الشخصي طبعا هذا الراي نور ما الراي كلشي اللي في المغزر غنش مي ما تجيش جوري في العقل فيش ورديش من ما تنيدي في مشي غير ما ندير تدرين وانت كنت تفكر على حساب الريف اثني ضرب بالعالمين ان شاء الله كنغدفق ان شاء الله تحس نخلي فين صور نسيت ما تسن ايوا بلا ما يحسب تلقايني فين كنحب زيت في ماس اللي خطاوا الناس اللي خطش هذه خزانه ديال قمي فين دابا اللي خزانه ديال الشرا المكتمر ديال الطاس اللي غادي يسود حرام ذاك الستاج وتعدي غتفكر كي حرام مني فين شكت تدن فين قاقا ندير الوالد نسن على الدبان فين الحشومه اللي قا وفخون تخان ماشي فخون تخيخ فين سنوار فخون تخكورش شار خو خسنش نعاو ذاك السن غنشكي عليش هذا هما تفكر لي مرفور غنشكي عليش هذا هذا شو تخلص بارك الله فيك عاش الريبوري عاش المكان عاش الشعب Hospital. They say their hospitals were just four walls. No? Four walls. That's it. So it's like that. Four walls. There is no education. There is no proper education. If you go, if you want proper education, you have to travel like 200 miles, 150 miles. Why do people live there? If it's bad, they don't have good hospitals. Why don't they move to the other side of Morocco? Other side is the same. It's really the same. It's just these people in the north. I'm from the north. We are rebellious people. It's in our blood. We are rebellious. 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 Yeah. But not rebellious with guns or not rebellious with, you know, just peaceful. Yeah. These guys went on the streets in 2016 October. They went on the streets peaceful. They demanded their rights. You know, decent hospitals, schools, infrastructure work. Because if you don't.